السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نيت. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم طريقة عمل بيتزا كالزوني، وهي عبارة عن بيتزا إيطاليا بطريقة أخرى. بالنسبة للمكونات، سنحتاج إلى نصف كيلو من الدقيق أي 500 غرام، 4 معالق كبار من زيت الزيتون، القليل من الزعتر، ملعقتين من السكر الخشن أي السكر سنيدة، القليل من الملح والفلفل الأسود، الخميرة المعجونة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف الحليب بودرة، ثم الماء الدافئ لجمع العجينة، وممكن أيضا استعمال أي عجين بيتزا تفضلون. نمر الآن لطريقة التحضير. بالنسبة للطريقة، نأخذ الحليب البودرة ثم الملح والفلفل الأسود ثم الزعتر ونخلط العناصر جيدا، ثم نأخذ الخميرة المعجونة نضيفها على السكر، ثم نضيف الماء الدافئ، ثم نقوم بترك العجينة مع السكر لكي تنسجم فيما بينها. نأخذ الآن إناء العجن، نبدأ بإضافة الدقيق شيئا فشيئا، كذلك سأضيف زيت الزيتون وأقوم بخلط العناصر جيدا. نضيف الآن خليط السكر مع الخميرة المعجونة، ثم نقوم بدمج العجينة إلى أن تتكون لدينا عجينة متماسكة. بعدما قمنا بجمع العجينة، نأخذ البلاستيك الغذائي ثم نقوم بتغطية الإناء. بالنسبة للعجينة لا تحتاج للدلك، فقط نتركها لترتاح مدة كافية، كلما ارتاحت مدة أطول كانت النتيجة أفضل. وعندما ترتاح نصف المدة نقوم بقلب العجينة، نأخذها هكذا ثم نقوم بقلبها، نتركها لترتاح. بالنسبة لمكونات الحشوة تبقى اختيارية حسب الرغبة وحسب المتوفر عندكم في البيت. أنا هنا سأقوم باستعمال البصل مطهو مع القليل من الزيت، الفلفل الأسود ثم الملح، الفلفل الأحمر والأخضر بنفس طريقة البصل أي أنه مطهو مع القليل من الزيت، الفلفل الأسود ثم الملح، الدجاج، صلصة الطماطم مطهوة مع القليل من الثوم والزعتر والفلفل الأسود والملح، البيض المسلوق، الزعتر، الجبن الأحمر، جبن الساندويش اختياري، ثم الزيتون الأسود، وبيضة مخفوقة لدهن سطح الكالزون. نمر الآن، نأخذ الآن العجينة. كما نلاحظ هنا أصبح الحجم مضاعف، أنا هنا تركتها لترتاح لمدة ساعة. أقوم الآن بتقسيم العجين حسب الرغبة، إذا كنتم تريدون كالزون من الحجم الكبير أو الصغير. نترك العجين يرتاح قليلا لكي يبسط بسهولة. بعد أن ارتاح العجين نقوم ببسطها في صفيحة الفرن من الأحسن. بعد بسط العجينة نقوم بعمل بعض الثقوب الصغيرة في نصف العجين فقط، كما تلاحظون هنا، ثم نبدأ بإضافة الحشوة في النصف فقط كما تلاحظون هنا. أول شيء قمنا بوضع صلصة الطماطم. لرؤية طريقة عمل صلصة الطماطم في البيت بطريقة جد سهلة ستجدون الرابط أسفل الفيديو. نقوم الآن بوضع البيض المسلوق، ممكن وضع بيض مسلوق كما ممكن وضع البيض عادي. سنقوم بعمل الحشوة وعمل حفرة في الوسط، ثم نقوم بصب بيضة بدون طهو. أنا هنا أفضل عمل البيض المسلوق، ثم نقوم بوضع باقي الحشوة أي البصل في الجوانب فقط. نقوم بإضافة
الفلفل، نقوم بإضافة الدجاج أو اللحم المفروم أو الطونة حسب المتوفر لديكم. نقوم بإضافة القليل من الزعتر ثم نضيف الزيتون الأسود، نقوم بإضافة الجبن، ممكن عمل قطع من الجبن في الجوانب أو أنا هنا أفضل أن أقوم بوضع الجبن محكوك، من الأحسن في جوانب الجارزون على الحشوة. ثم الآن نقوم بإضافة جبن الساندويتش اختياري، ثم الآن نقوم بغلق البيتزا بسم الله بهذا الشكل، نقوم بعمل مثل هكذا، نأخذ العجينة ثم ندخلها من تحت العجينة التي توجد في الأسفل هكذا، ثم نقوم بغلق العجينة أو البيتزا جيدا لكي لا تفتح في الفرن، ثم نقوم بعمل هكذا بالفرشات أو الشوكة، نقوم بدهن البيتزا ببيضة مخفوقة نقوم بعمل بعض الثقوب الصغيرة في العجينة، نرش القليل من الحبة السوداء أو السمسم وكذلك ممكن رش الجبن الأحمر المفروم، ثم نقوم بإدخالها للفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة. إذن متتبعينا الكرام، ها هي نتيجة بيتزا الجالزون النهائية وها هو شكلها من الداخل. إذا أعجبكم الفيديو المرجو الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد. أنا هنا قمت بعمل وردة من قشور الطماطم، وهنا قمت بعمل ورود من جبن الساندويش. إذن لا تنسوا عمل جيم للفيديو والاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد، وكذلك لا تنسوا عمل جيم لصفحتنا على الفيسبوك صفحة وصفة نت. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.